انا بس عايز اقول انه المساعده المتخصصه مهمه ليه، لانه الحكايه بتاخد وقت وفي مقاومه زي ما الدكتوره نجلاء بتقول، والموضوع هيبقى فيه انتكاسات أكيد متكرره وهيبقى فيه عوده الى نقطه الصفر، مظبوط وده ما يخليناش نزهق، فاحنا بنكمل. واحيانا في حالات قليله بنحتاج تدخل دوائي لما يكون الطفل بقى عنيف جدا او ما بينامش طب او أنا لو التمسكه عملت له باللعبه. الامتحان ده والاختبار ده وطلع مثلا إن هو ذكاء عنده مكاني مثلا، مكاني، يعني إيه ذكاء مكاني؟ ذكاء مكاني اللي هو الطفل اللي تلاقيه من هو صغير يبقى عارف ازاي يروح لجدته وخالته من غير ما يحفظ الطريق مره تانية، كأنه جي بي اس، كأنه جي بي مخه اس. شغال جي بي اس. فده عنده ذكاء مكاني، ده يدخل في الالعاب والحاجات اللي هي زي البازل زي الميكانو، هيبقى شاطر قوي فيها. تمام. والذكاء التاني، ايوه اشرح لنا بقى كمان. الذكاء الحسابي اللي هو الولد اللي بتلاقيه ما شاء الله كده وهو معاكي في السوبر ماركت، هو عمل عمليه حسابيه سريعه كده بتدفع ماما 32 جنيه ونص. ايوه هو ده، هو ده، هو ده اقوى انواع الذكاء على فكره. ايه يعني ده فده نوع من الذكاء العالي جدا. بصي هو كلنا الحسابي عندنا الثمانيه بس بنسب. يعني انا هنا بتكلم في حته مهمه، وايه تاني؟ انت طلع نوع الذكاء عشان تدخله عليه الالعاب والحاجات اللي تناسب ذكائه، عشان ما يبقاش نافر منك وبعد كده حاسس بالفشل والاحباط وتدني تقدير الذات وحاجات مشاكل كتير بقى. قول لنا ايه تاني؟ احنا قلنا اتنين. في الذكاء اللغوي اللي هو اللي بيدخل من باب المدرسه يحكي لك كل حاجه حصلت. طب ده ايه العابه ايه ده بقى؟ دخليه بقى سينما، دخليه مسرح، دخليه تمثيل، دراما كلاسز، يعني فيها في دراما كلاسز بيألف مؤلف. رابع ايه؟ احنا قلنا لغوي، حسابي، مكاني، الحركي اللي هو بتلاقيه بقى ما شاء الله. وفي فرق ما بين فرط حركه عشان ده اضطراب، ده حاجه تانية، وبيحب يتحرك. ما بي يعني بيحب يتحرك، فده يدخله يلعب بقى انشطه بقى، يلعب كوره، يلعب باسكت، مش بس يلعب في بيحب كل الرياضات. يتحرك، مهاراته الحركيه عاليه. يعني بيعرف يلعب، يلعب ده بيكون الكوره شاطر في كده كل الرياضات، مثلا يعني يلعب كوره يبقى شاطر، يلعب سباحه يبقى شاطر، مهاراته التناسق الحركي عنده عالي جدا. ده خامس حاجه. قلنا ايه تاني؟ المنطقي. تمام. اللي هو الحاجات اللي خاصه بالمنطق والفلسفه والحاجات اللي في ايه ده بقى استاذ في نفسه كده. ايوه عقليه عقليه عمليه بقى. لو سمحت يا ماما حطي المعلقه بعد ما رحتي قلبتي النسكافيه في الحوض مش في السكر. على فكره ده احنا من خلالها كمان نقدر نعرف هو الانسان ده لو نميت عنده الذكاءات دي هيدخل كليه ايه. طب قولي ده يلعب ايه؟ ده انا العبه ايه المنطقي ده؟ ده بقى خاص بالحاجات، عارفه العقل الراسي الراكز ده، ده بقى دي له الحاجات اللي فيها يعني تخطيط، فيها مهارات فكريه. قرايات وكتابه. انا عايز اسال الدكتور، عايز اسال الدكتور في حاجه تكمله على كلام دكتور نجله. عرفنا الولد ذكائه ايه وخلاص صنفناه وعرفنا، بدانا نعمل ابلكيشن وان هو يشتغل على الكلام ده. انا لوحدي اللي بعمل كده، انا بس اللي برسم واصحابي ما بيرسموش، انا بس اللي بروح رياضه. ونبدا بقى في البير بريشر والمقارنات المجتمعيه بتاعت نفس الفئه السنيه، وانا لوحدي اللي بعمل الاكتيفيتي. عشان انت كده فدكتور، عشان انت كده مميز. طيب انا هقول لك، انا هو بس انا عايز اعلق على موضوع الذكاءات. زي ما الدكتوره نجلاء بتقول انه احنا مش بندور على الذكاء اللي هو متخصص فيه ونركز فيه، احنا بنعمل كل حاجه. وبالنسبه للامهات ده مش لازم الام تروح تعمل اختبار ذكاء متعدد، لا، ممكن الام تكتشفه بالتجربه والخطا. الامهات الواعيين بيكتشفوه بالتجربه والخطا. يعني تدخله في لعبه مزيكا ما منفعش، تروح مدخلها في لعبه رياضيه ما نفعش، تجيب له كتاب يقعد يعني يقرا، تعمل له تجربه في كل تجربه وخطا، فتلاقي انه في حاجات بيحبها نص نص، في حاجات بيحبها قوي، في حاجات ما بيحبهاش خالص. هنا بقى الكلام اللي انا اوجهه ليكي انه لا، خليه يلعب العاب زمايله ويلعب العاب خاصه بيه. ما هو زمايله دول هو البلاي ستيشن، لا هي السكرين. ما بقول لحضرتك خليه هو مش يتفرج عايز على انا السكرين. لوحدي. خليه يكمل في السكرين بس بالقواعد اللي احنا قلناها. في العاب تانية خاصه بيه، وفي العاب مشتركه مع بقيه زمايله اللي هي السكرين، بس بالقواعد اللي احنا قلناها اللي هي تجاوز ساعه في اليوم.